السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما تتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الدجاج. الدجاج اللي تيجي زوين تيجي رائع بحال المريقه ولا كان في الفران، راه تيجي بنين تيجي لذيذ وعزيز على الكبار وعلى الصغار بواحد الطريقه اللي سهله وسبق لي وحضرته معكم بهذه الطريقه نيت. وفي هذا رمضان ما تنقدوش ناكلوا الدواز، ما تنقدوش. عندي هنايا دجاجه وعندي واحد جوج بصلات موانا، شويه الحامض وشويه الربيع، ولا عندكم الثومه الطريه ديروها، انا ما متوفراش عندي. هنا عندي واحد البطاطا على حساب شحال ديال البطاطا، وعندي شويه ديال الشامبينيون اللي تيجي تنقوا زوين. البطاطا والشامبينيون تيتواتاو مع الدجاج، وهذا العطرنه راه ديما عندي العطريه تقريبا دائما بحال بحال، ما عنديش عطريه كثيره. الشامبينيون راه جديد ونقي، كي تحيد ليه الجلده ما يحتاجش. زيت الزيتون من طبيعة الحال ممكن تكون الزيت النباتية. العطرية عندي شوية ديال شوية من الحاجة، خرقوم كيف تتشوفوا، والسكنجبير، البزار، الملحة من طبيعة الحال، وريقة الرند، شوية البازيليك، وشوية تاع الزعتر. نوريكم مقادير، شوية البزار، شوية ديال هذا السكنجبير، وشوية ديال الخرقوم. الخرقوم البلدير تيجي بنين، وريقه الرند، وشويه ديال الثومه اللي هي كارمه ولا مدقوقه، شويه الحبق، وشويه ديال الزعتر، ونديرو حتى شويه ديال الازير اللي عندنا. انا غادا مازال نزيدو فوق الدجاج، تنبغي ندخلو للفران ونزيد شويه الازير، تيجي لذيذ وتيجي بنين ويجي فيه واحد الذوق اللي زوين. والدجاجه تنتكوها بالموس باش يدخلها لنا الطياب، وحتى تدخلها لنا العطرية وتجي بنينة. لو كانت دجاجة صغيرة تقدروا ديروها ديريكت في هذاك البلاطو تاع الفران، ما يحتاجش تطيبوها في القاميلة. انا نديرها في القاميلة غير باش نسربي. صافي الربيع ما غاداش نقطعو، غنديرو حزيمة. صافي جيت واحد الطنجره وحطيت فيها الدجاجه وشلطت البصله وزدت العطريه ديالتي كامله، وغادي نخليها ونزيد شويه ديال الزيت، وغادي نحركها مزيان في القاميله، نحركها حتى ترقاد لينا واحد الساعه ولا ساعتين. وممكن ديروها ديريكت ما تستناهوش ترقاد، الا كان عندكم الوقت خليوها ترقاد في هاد العطريه باش تجيكم بنينه. وزيت الزيتون راه الزيت اللي تتكون خفيفه، الا كانت الزيت اللي حاره بلديه خلطوها، ونزيد واحد نص كويس ديال الماء باش ديك العطريه تندمج لينا، وحتى الدجاجه تشربها. والدجاج هذا راه كروازي، راه ماشي الدجاج الرومي، حيت راه كاين الدجاج الكروازي وكاين الدجاج الرومي. خليتها على جنب، رجعت لهنايا نقي الشامبينيون، واقيلا غنزيد شويه البطاطا، وداكشي تديرو على حساب افراد العائله. ممكن ديروا حتى الفلفله ومطيشه من الفوق، انا متوفرينش عندي ما درتهمش. صافي صوبت الخضره ديالي وهذا صوبتها قطعتها، والشامبينيون قطعوه صغير ولا كبير ولا قسموه على جوج او لا خليوه صين. جيت لهنا درت الدجاجه ديالي تتقلى تتقلى باش تجينا بنينه،
وغادي نرقيها ما تقلات واحد 10 ديال الدقائق. زدت تقريبا واحد جوج كيسان صغار ديال الماء، الماء اللي كيكون طايب ما ديروش الماء بارد. وهنا غادا نزيد الشامبينيون فوقها، وغادا نزيد حتى البطاطا وغنخليها طيب واحد 10 دقائق، غير 10 دقائق صافي. جيت لهنايا حطيت كلشي في هذا البلاطو، هزيت الدجاجه درتها في البلاطو هيايا والبطاطا والشامبينيون، وتندير عليهم شويه الزعتره اولا الزعتر، هذا راه الازير تاعو تيجي زوين ما قويتش غير شويه. واحد الفيلي ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون راه تيجي زوين، وممكن تعقدوه بالزبده صافي. خديت البلاطو ديالي غنغطيه، نغطيه مزيان، نديرو الورق هذا، وعاد نديرو الكاغط تاع الالومنيوم. كاين اللي تيدير كاغط الالومنيوم ديريكت راه ماشي صحي، واللي ما يبغيش يدير كاغط ما دير والو، شوف الفران غير هكاك راه تيجي زوين، تيجي بنين وتيجي لذيذ. وتنتمنى من الله نكون فدتكم، تنتمنى من الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، وتنشكر المتتبعات كامل اللي دخلوا عندي جداد، والناس اللي انضموا للقناة. كلمة الشكر قليلة في حقكم، وتنقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.